لكن وليد أزارو وتفوقه وتألقه السنة اللي فاتت، علي معلول وإجادته وتفوقه في الدوري المصري والبطولة الأفريقية السنة اللي فاتت، أعتقد أنهم فتحوا الطريق لمجموعة كبيرة جدا بتشارك دلوقتي في الدوري المصري. الملحوظة اللي في الأسبوع الثاني أن كل الفرق اللي أحرزت الثلاث نقاط في الأسبوع الأول ما قدرتش إنها تحقق الثلاث نقاط في الأسبوع الثاني. كان أربع فرق بس هم اللي أحرزوا الثلاث نقاط في الأسبوع الأول. بيراميدز كان تفوق على إنبي لو تتذكروا، المصري كان تفوق على الجونة، وكان سموحة كان تفوق على مصر المقصة، وكان الإنتاج الحربي تفوق على حرس الحدود. كلهم بلا استثناء كلهم ما يدروش ان هم يحققوا الفوز الثاني على التوالي، وقدروا يتعادلوا. فرق من اللي كانت كسبت في الاسبوع الاول خسرت زي المصري، الانتاج الحربي تعادل مع بيراميدز، وسموحه تعادل مع نجوم اف سي. اروح لواحد من نجوم الدوري المصري في ال 15 سنه اللي فاتوا، عنده اسلوب لعب مميز جدا جدا، وانت بتتفرج كده على فرقته تعرف ان في مدير فني كفء جدا بيديرها باقتدار وثقه في النفس، تنظيم دفاعي تنظيم هجومي، يعني فرقه بتلعب في الثلاث خطوط بتاعتها كلها في كل وقت، كسبانه خسرانه متعادله كلها خطوط قريبه. معايا ومعاكم كابتن طلعت يوسف، مساء الفل والف الف مبروك النهارده. اهلا بيك كابتن سيد، كل سنه وانت طيب، ومبروك وجودك على الشاشه، انت بتضيف لاي مكان تتواجد فيه ان شاء الله يعني. يا رب. كابتن طلعت، وانا بتفرج حتى على مباراه امبي الاسبوع الاول، او اسف مباراه سموحه الاسبوع الاول، كان في تفوق وخصوصا في الشوط الاول لصالح مصر المقصه، لكن هي دي كره القدم، في اللحظه اللي انت كنت ممكن تتعادل فيها بيرجع مصر، بيرجع سموحه بضربه جزاء لمانجا بيتفوق بهدفين، لكن الريتم حلو، التحضير حلو، الوصول كتير، كانت تبقى بس اللمسه الاخيره او احراز الاهداف في مباراه سموحه. النهارده ومحمد رمضان في الاخر طبعا في اخر الماتش خالص قدر ان هو يقلل الفارق، لكن كان الوقت راح. النهارده بتخش الشوط الثاني وما اصعب السيناريو متاخر بهدف، لكن تبقى شخصيه الفرقه دي اللي شفناها في ماتش او الشوط الثاني في ماتش مصر المقصه والمقاولين النهارده كابتن طلعت. دي حقيقه يعني مباراه سموحه ما فيش شك ان هي يعني سابت شويه اثار نفسيه عند الولاد، لانهم حسوا ان هم كانوا الافضل وتحديدا في الشوط الاول زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، لكن كرة القدم ما بتعترفش بالأفضلية، هي بتعترف بالكرة داخل الشباك يعني، وبالتالي كانت الخسارة اللي أنا من وجهة نظري شايف إن هي كانت يعني غير مستحقة لينا يعني. ما يمنعش إن فرقة سموحة فرقة كويسة وفرقة لها قدرات لازم تحترم يعني. النهارده أتصور إنه الموقف كان هيبقى صعب جدا لو كانت المباراة انتهت بنتيجة غير ما انتهت إليه، خصوصا إنها كانت ممكن تكون الخسارة الثانية، وده انا كان قلقي كله انه ده ياثر على معنويات اللعيبه في المرحله اللي بعد كده، وبالتالي انا بين الشوطين لما دخلت يعني اول حاجه قلتها للولاد قلت لها احنا هنكسب. يعني اول جمله قلت لها هنكسب. بس احنا محتاجين نعدل لبعض الامور داخل الملعب، وكان في شويه تعليمات، في شويه قصور عند بعض الناس يمكن قدرنا نتداركها في الشوط الثاني، ولازم برضه نقول ان احنا جانبنا يعني التوفيق كان معانا. احنا الشوط الاول ضيعنا فرصتين ثلاثه مؤكدتين في الوقت اللي فرقه المقاولين كانت بتعتمد بشكل كبير على الكور الطوليه، كان في قصور في التعامل مع هذه الكور شويه عندنا في خط الظهر. الشوط الثاني يعني تداركناها شويه، لكن ما زال يعني هناك بعض القصور في هذه الجزئيه. انا شايف ان احنا مش هنوصل للفورمه اللي ممكن، انا قلت الكلام ده، ان احنا نوصل للفورمه الفنيه الا بعد اربع خمس اسابيع من حيث التشكيل والطريقه وثبات المستوى بنسبه منطقيه ومعقوله يعني. احنا لعبنا 9 ماتشات وديه قبل بدايه الموسم، لكن اكيد الماتشات الرسميه مختلفه تماما يعني. انا سعيد طبعا جدا بالفوز النهارده، سعيد بالثلاث نقاط، لان هم يعني اعادوا للولاد احساسهم بقيمتهم، وده ممكن يكون استعداد للمرحله الجايه ان شاء الله. رجب عمران النهارده بيحرز هدف ولا اروع من كده، حاجه جميله جدا جدا، وجون انطوي النهارده كمان موجود، كل الحاجات اللي هي بتبقى فعاله على المرمى بتسهل على المدير الفني سيناريو المباراه. يعني عندك استحواذ وعندك محاولات وعندك ايجاد فرص وخلق مساحات وكل حاجه، لكن لو ما اترجمتش، وده كان حال المباراه الاولى، لو ما اترجمتش الاهداف الوضع بيتغير خالص كابتن طلعت. اكيد تمام، اكيد انا معاك يعني. رجب
يعني مش عايز اتكلم عنه كتير، لكن هو من الموسم اللي فات وعنده قدرات وعنده امكانيات، لكن يعني خبره الدوري الممتاز. هو جاي من شبين، هو جاي من جمهوريه شبين. بالظبط وصغير فمفتقد شويه للخبره، مفتقد للشخصيه بتاعت لاعب الدوري الممتاز، فبالوقت بيكتسبها. يعني هو النظر مما كان عليه في بدايات اللي فات كتير، وما زال يعني محتاج برضه لبعض الوقت عشان يوصل للمرحله اللي كنت فيها مستواه الفني مستقر وثابت بنسبه منطقيه ومعقوله. اكيد انا معاك طبعا في انه اذا ما كانتش هناك ادوات عندها القدره انها تنهي وتترجم السيطره والاستحواذ، هيبقى في النهايه انت بتبذل جهد بدون انتاج. مظبوط. لما يبقى عندك القدره انك تترجم هذه السيطره لاهداف، ما فيش شك ان هي يعني تبقى حاجه كويسه جدا جدا، بالاضافه لازم تبقى عندك قدره انك تمنع كمان خلق الفرص بالنسبه للخصم، يعني يبقى في توازن ما بين النقطتين دول. ما اقدرش اقول احنا وصلنا لمرحله الاتزان اللي ممكن ترضيني في هذه، لكن هي جايه، انا شايفها جايه يعني ان شاء الله باذن الله. طيب عندك المواجهه اللي جايه مع الزمالك، وعندك مشكله في خط وسطك اللي هو ايريك من العناصر المهمه جدا، اطرد النهارده مش هيبقى موجود في مباراه الزمالك. وجهه نظر حضرتك كابتن طلعت، ومين اللي ممكن يكون بديل وازاي بتحضره؟ يعني ما فيش شك ان هو عنصر مؤثر جدا في منطقه نص الملعب في مركز الديفندر تحديدا، يعني هو على فكره يعني قدراته في التوظيف في اماكن كثيره موجوده، ودي ميزه عنده، وبالتالي انت بتختاره. يعني انا جوه الماتش في الماتش الواحد انا ايريك بحركه في مكان واثنين حسب سير المباراه. يعني حاليا ما فيش سيناريو واضح وصريح للبديل ولا للطريقه ولا للاسلوب، خصوصا انه يعني احنا لسه خارجين من مباراه، عندنا بكره تمرين الصبح وفي ماتش ودي يوم السبت. يعني من يوم السبت الامور قد تتضح، لكن اكيد تكون هناك حلول، وحلول الى حد كبير قد يعني ان شاء الله تكون مطمئنه، وما نقفش على واحد. يعني في النهايه مش عايزين نقف على واحد يعني ولا على اثنين، التيم المفروض ان هو يؤدي في ظل اي غياب ممكن يكون يتاثر، لكن في النهايه لازم يبقى نسبه التاثر ده ما تبقاش كبيره، ولازم انت تبقى محضر نفسك لهذه الظروف. يعني فان شاء الله انا يعني مطمئن ان تكون هناك بدائل، ومطمئن للطريقه كمان اللي ممكن نخوض بها مباراه الزمالك، واللي قد تكون مختلفه عن مباراه النهارده وفقا في ظل غياب ايريك. في فرق بتبقى راكبه فرق بانصاح التعبير، يعني اخر خمس او اخر اربع مواجهات ما بين مصر المقاصه والزمالك تفوق لمصر المقاصه في الاربع لقاءات الاخيره في الدوري. دي حقيقه، ويعني وانا شرفت بان انا اكون يعني مسؤول عن اخر مباراه امام الزمالك، كسبناها 1-0 وادينا مباراه جيده جدا جدا على مستوى التكتيك، كنا قافلين المساحات خالص، لكن في النهايه يعني سيناريو اللقاء يعني نهاية ان فرقه تبقى راكبه فرقه، ما اعتقدش ان ده ممكن يكون موجود في ظل كل الظروف، لابد وان تكون هناك ظروف بتسمح لك بان انت يعني تحقق اهدافك من هذه. صحيح صحيح، اكيد هتكون لنا اهداف في مباراه الزمالك، فرقه الزمالك احنا الحمد لله اعتبار، لكن في الوقت نفسه احنا يعني بنحترم قدراتنا ونحترم اسمنا اسم نادي المقاصه، واتصور ان المباراه هتكون صعبه على الفرقتين، هنجتهد لاننا نحقق افضل ما يمكن تحقيقه ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصه، والف الف مبروك النهارده. على الجانب الاخر المشرف العام على الكوره في النادي المقاولين العرب المهندس محمد عادل، مساء الفل.